أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن التزام مملكة البحرين بتطبيق القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس يعكس ما توليه المملكة من أهمية لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية وفق معايير العمل الدولية. وزير العمل لفت إلى أن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية ساهم في الحد من مخاطر إصابات العمل، مؤكدا أهمية قيام المنشآت بتعزيز جهودها في توعية العمال حول أمراض الصيف وسبل الوقاية منها وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والإسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل تعرض العمال لدرجات الحرارة والرطوبة. وشدد سعادة الوزير حميدان على حرص وزارة العمل بعدم تأثر إنجاز المشروعات التي يتم تنفيذها، مشيرا إلى أن القرار يشكل حافزا على المزيد من الإنتاجية، منوها بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بتطبيق القرار.